هذا يقول شيخنا الحبيب نحبكم في الله، وأنا أقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول أخ وقع في نقاش مع أخ آخر حول دخول وقت صلاة الفجر، فاستدل له الأخ بكلام الشيخ تقي الدين فقال له هذا اجتهاد، الشيخ تقي الدين غفر الله له والشيخ كان أعمى. الآن أنا قد حللت بينكم في المغرب ولليوم 3 أيام، رأيت الأذان هنا ورأيته في كازابلانكا يؤذنون على الوقت، تنصت للأذان وأنا في الفندق وتبعته في ساعتي وفي هاتف النقال، ورجعت ونظرت من أعلى الفندق إلى الصباح مع الأنوار فوجدته في وقته. بعد ذلك انتظرت مرة ما يقارب 20 دقيقة من الأذان، فإذا الصبح واضح جدا، فكثير من الكلام الذي كان يصل إلي وأنا بالمشرق ليس بصحيح. رأيت هذا بأم عيني هنا في الناظور وفي الدار البيضاء تماما. فعليك أيها الأخ السائل أن تذكر لهذا الأخ الذي يقول هذه المقالة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا رجل يؤذن بليل فلا يثنينكم عن سحوركم أو طعامكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا كان الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه، وأنا هذا الرجل ما رأيته لكني أحببته، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني به وإياكم في جنات النعيم مع عباده الصالحين، لما قرأته من كتبه وقرأته وحفظته من أشعاره 440,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل 31 عاما، ويوم أن ترعرعت كان أكثر وقته هنا في المغرب، وقد جاءنا خبر وفاته ونحن بالرياض 48,000، لا في 7,400,000 في الصيف، وكنا عند شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فتأثر جدا 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 رحمه الله. فالشاهد إذا كان هذا أعمى فالناس يقولون له في الوقت الفلاني يدخل الصبح، ما فيه من يدله. طيب أنت أيها الأخ المناقش، هل قرأت ما قاله العلماء في إمامة الأعمى وقضاء الأعمى؟ اختلفوا فيه على قولين، والصحيح منهما جواز إمامته وقضائه، لأنه أكثر ما يقال عنه في هذا أنه إنما يشهد على موصوف، فإذا قيل له دخل الوقت أذن تمام، وإذا قيل له لم يدخل الوقت لم يؤذن. والشيخ تقي الدين لو سلمنا بهذه المقالة ألم يقل كلامه الذي لم يعجبك أيها المتناقش معه، ألم يقل كلامه مبنيا على ما ذكره له إخوانه الثقات عنده؟ فالذي وصف له بنى على قوله وثقة. أنا أعطيك أكثر من هذا، ما رأيك في القاضي المبصر بل الشاهد المبصر يشهد الخصوم المتخاصمين ولكنه لا يفهم كلامهم، فإذا ترجم له قضى عليه،
قضى على كلامهم وسماعهم ولا على الترجمة؟ فهل القضاء على ما أبصر ولا على ما نقل؟ هذا هو. فإذا كان هذا في القضاء جاز في الصلاة والأذان، وهذا هو.